هي يا ترى الفلسفة الوجودية؟ معقول أنت وجودي وما بتعرف؟ وإيش بتختلف عن باقي الفلسفات؟ اليوم حتفهم الفلسفة الوجودية ببساطة. سلام. She makes awesome videos. إذا بدنا نحكي عن اسم الوجودية، هي نظرية فلسفية ركزت على الإنسان أكثر من عالمه، واهتمت بالفرد وحقوقه فقط وليس المجتمع، وبتضم حرية الفرد إنه يختار قراراته بنفسه، إشي هيك زي الإرادة الحرة. طب إمتى ظهرت الوجودية؟ هلا بعد الدمار اللي صار بالحرب العالمية الثانية والاكتئاب اللي صار بالشعوب، حسوا الناس وقتها إنه وجودهم ما إله هدف أو معنى حتى، وصاروا يتساءلوا شو هو الوجود؟ وهل أصلاً الإنسان موجود؟ وهون بقصد الجوهر الإنساني. باختصار ركزت على الوجود الإنساني. شو بتحكي هاي الفلسفة؟ بتحكي إنه أولاً الإنسان وجد، بعدين ظهر الوعي. هلأ بغض النظر عن إنه الوعي شغلة معدة ومعقدة فشخ، هاي الفكرة عارضها كتير فلاسفة أولها، الفلاسفة اللي بتبعوا أفكار تانية زي العقلانية والتجريبية، لأنه باختصار فكرة الوجود أولاً ما كانوا عارفين يستوعبوها. قالوا لك يا أخي أنت لما تيجي ترسم لوحة تتخيل اللوحة براسك بعدين بترسمها. هدول الوجوديين بيقولوا لك إنه أول إشي بترسم اللوحة بعدين بتتخيلها براسك. الوجوديين بيقولوا لك إنه لا تفكر بالوجود كأنه لوحة فنية تنحل المشكلة. كيف يعني؟ وكيف الوجودية بتفسر الوجود؟ بتتساءل الفلسفة الوجودية عن سبب الحياة ووجود الإنسان، وبتعتبر الوجود عبث ملوش أي ستين لازمة بتعريفهم هم لمصطلح العبث، يعني إنه ما في هدف مطلق منه، وإنه الوجود هو عبارة عن حالة الصراع بين بحث الإنسان على هدفه وعدم قدرته على ذلك. يعني شمو لدو، في عندك مليون ألف سؤال وانت عارف انه كتير منهم ما رح تلاقي عليهم جواب. فكأن الوجودية عبارة عن شوية عبثية على شوية عدمية على شوية اصنع انت المعنى الخاص بحياتك بقى، لأنه ما في جواب نموذجي. ومن أشهر الفلاسفة الوجوديين هو الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. كانت أفكاره مثيرة للجدل لدرجة إنه معاديين نازية اتهموه إنه هو صاحب أفكار النازية من وراء حرية الفرد والاهتمام به فقط والإرادة الحرة اللي قادت لفكرة إرادة القوة. الإرادة الحرة هي زبدة الموضوع، والفكرة منها إنه عن طريقها بتقدر تصنع الوجود والمعنى الخاص فيه. طبعاً ماهية وجود الإرادة الحرة موضوع فلسفي معقد، كمان عملنا عنه فيديو لازم تشوفوه. بس السؤال هنا، إذا أنت إلك وجود، إيه بقى لازمة أمه؟ شوف شو لب الوجودية بحكي لك، بقولك إنه الموضوع عدمي عبثي، لكن الوجود هو رحلة حياتك أنت، رحلتك الخاصة اللي أنت بتعملها على كيفك. لا تترك أثر، تنسخ جيناتك المقدسة، تساهم بمساعدة البشرية، تدور على فرص وتجارب جديدة وتحاول تستغلها قبل ما تخلص رحلتك. أنت عاد حر، كل واحد ياخد باله من اللي غليه. فأنت قاعد ماسك كوب القهوة وتتفرج من الشباك على المطر وتتساءل عن الحياة وهدفها، لازم تعرف إنه إذا كنت وجودي راح تشوف حالك حر باختيار قراراتك بنفسك بدون ما تكون مضطر تتبع أفكار وأيديولوجيات أنت ما بدك تتبعها، ولا تصير كأنك روبوت بيشغلوك على الكبسة وتخلي المجتمع يتحكم فيك. ولازم تتذكر إنه الأهم إنك ما تضيع رحلتك وتحاول تستمتع فيها وتستغلها قد ما بتقدر. صح طبيعي مشاعر زي اليأس إنه نحس فيها ونحس بالاكتئاب والحزن والغضب، هاي أشياء ما بنقدر نتخلص منها. الوجودية بتشوف إنه مش لازم نتخلص منها، لازم نعيشها زي ما هي، لكن أبدا مش صحيح إنه نخليها تسيطر علينا وعلى وجودنا كله، لأنه بالمقابل في أشياء تانية حلوة. Like you. Thanks. وإنتو حكونا بالتعليقات، هل إنتو وجوديين؟ وإذا لا إيش فلسفتكم؟ خلينا نتفلسف شوي. سلام.